مرحبا، كيف الصحة؟ شلون دراستكم؟ الدرس الماضي حكينا عن تقارب متتالي، طبعا متتالي هندسي ومتتالي حسابي. بالدرس هذا إذا ضلت راح نحل تمارين عن تقارب المتتالي، صفحة 164. في الترمين الأول هنا أوجد عند التقارب نهاية المتتالي يو إن عندما إن أكبر أو تساوي الواحد في الحالات الآتي مبررا الإجابة. طبعا الترم الأول يو إن تساوي 5 على إن الأس 4، طبعا نهاية 5 على إن بالأس 4 عندما إن تسعى إلى نهاية تساوي الصفر. طبعا كلياتنا بنعرف أي عدد حقيقي على لا نهاية تساوي الصفر، وبالتالي نهاية خمسة على n بالأس 4 تساوي الصفر. في التمرين التالي لدي 1 على n ناقص 2 على n مربع زائد 3، طبعا نهاية 1 على n عندما n تسعى لا نهاية تساوي الصفر، نهاية 2 على n مربع عندما n تسعى لا نهاية تساوي الصفر. إذا أصبح لدي صفر ناقص صفر يساوي صفر زائد 3، إذا نهاية يو ان عندما n تسعى لا نهاية تساوي 3. التمرين الأخير لدي يو ان تساوي 1 على n جذر ال n تساوي 1 على n بلس 3 على 2، طبعا نهاية يو ان في حالتي هذه عندما n تسعى للا نهاية يساوي أيضا الصفر، لأن 1 على لا نهاية يساوي صفر. في التمرين التالي هنا، التمرين الثاني، لدي يو ان تساوي، طبعا اوجد عند التقارب نهاية كالتالي يو ان ان اكبر او تساوي الواحد في الحالات الاتية: يو ان تساوي ساين ان باي على 3 على ان مربع. طبعا انا بعرف قيمة ساين مهما كان المقدار هنا هي دائما أكبر أو تساوي ناقص واحد، أصغر أو تساوي الواحد. تمام، الآن لدي نهاية يو ان قيمة البسط ستكون محصورة بين الناقص واحد والواحد، أما المقام عندما انت تسعى زائد لا نهاية فهو زائد لا نهاية. إذن كل أحوال يو ان تكتب على الشكل ساين n y على 3 مضروبة ب 1 على n مربع. إذا فإن قيمة يو ان أكبر أو تساوي ناقص 1 على n مربع، أصغر أو تساوي 1 على n مربع. طبعا نهاية 1 على n مربع عندما n تسعى إلا نهاية تساوي الصفر. معنى كلامي هذا أن يو ان المتتالية أصبحت محصورة بين متتاليتين لهما نفس النهاية صفر، إن كان المتتالية 1 على n مربع أو حتى 1 على ناقص 1 على n مربع أو زائد 1 على n مربع لهما نفس النهاية صفر، وبالتالي في نهاية يو ان، طبعا حسب مبرهنة المتتاليات الثلاث، في نهاية يو ان عندما n تسعى للزائد لا نهاية تساوي صفر. إذن لأن الـ UN أصبحت محصورة بين متتاليتين لهما نفس النهاية صفر. أنتقل الآن للتمرين التالي بلون مختلف. لدي UN تساوي ناقص واحد على N ناقص واحد بالأس N على N مكعب. أيضا لاحظ معي أن البسط ناقص واحد بالأس N
إما تساوي ناقص واحد أو تساوي الواحد. وبالتالي فإن يو إن محصورة بين متتاليتين، الأولى ناقص واحد على إن مكعب، الثانية واحد على إن مكعب. وبالتالي طبعا نهاية واحد على إن مكعب عندما إن تسعة زائد لا نهاية تساوي صفر، نفس التمرين السابق. إذا أصبحت لدي يو إن محصورة بين متتاليتين لهما نفس النهاية صفر، وبالتالي فإن نهاية يو إن عندما إن تسعة لا نهاية تساوي صفر. أنتقل إلى التمرين الأخير. في هذا التمرين يو إن تساوي إن زائد، إن زائد كوساين إن باي على ثلاثة ضعف المقام اثنان إن زائد خمسة. بكل بساطة أستطيع حل التمرين كما، يعني إن زائد كوساين إن باي على ثلاثة على اثنان إن زائد خمسة. قيمة الدالة المثلثية وقيمة الكوساين محصورة بين الناقص واحد والزائد واحد، وبالتالي كل ما سأقوم به أتخلص من هذه الدالة. ماذا بقي لدي؟ بقي لدي إن على أسنان إن زائد خمسة. الآن نهاية هذه الدالة أو نهاية إن على أسنان إن زائد خمسة عندما إن تسعى زائد لا نهاية، يعني هذا الكسر تساوي واحد على أسنان واحد على أسنان، وبالتالي فإن نهاية يو إن عندما إن تسعى إلى زائد نهاية تساوي واحد على أسنان. طبعا لماذا واحد على أسنان؟ أذكرك بهذه القاعدة، درجة البسط واحد، درجة المقام واحد، أعلى درجة في البسط وأعلى درجة في المقام متساوي، وبالتالي أمثال إن واحد، أمثال إن في المقام أسنان، وبالتالي النهاية واحد على أسنان. في التمرين الأخير لدي يو ان تساوي واحد على ثلاثة بالأس، يعني أنا مطلوب مني أن أدرس تقارب المتتالي. طبعا بما أن واحد على ثلاثة أصغر من الواحد، طبعا كسر مقامه كبير أكبر من البسط، وبالتالي فهو أصغر من الواحد، وبالتالي فإن نهاية يو ان عندما ان تسعى زائد لا نهاية تساوي الصفر. إذا عندما تكون أو عندما يكون الكسر أصغر من الواحد فإن النهاية تكون صفر، طبعا عندما يكون الكسر أكبر من الواحد فإن النهاية تكون زائد لا نهاية. بالنسبة للتمرين الأول، بالنسبة للتمرين الثاني لدي يو إن مكونة من قسمين. القسم الأول نهاية واحد على سناب الأس إن، لاحظ معي سناب الأس إن عندما ان تسعى للزائد لا نهاية تسعى للزائد لا نهاية، واحد على زائد لا نهاية يساوي صفر، إذا هذه النهاية تساوي صفر. ماذا عن نهاية ان على ان مربع زائد واحد عندما ان تسعى للزائد لا نهاية؟ الآن لدي كسر أعلى درجة للبسط واحد وأعلى درجة للمقام اثنان، ان على ان مربع، وبالتالي ف إن على إن مربع عندما إن تسعى للزائد لا نهاية تساوي صفر، تساوي صفر، لأن درجة أعلى درجة في المقام أعلى من أعلى درجة أو أكبر من أعلى درجة في البسط. طبعا الآن أصبح لدي هذه المتتالية مكونة من قسمين يتقاربان من الصفر، إذن فهي تتقارب من الصفر. التمرين التالي بلون مختلف، لدي يو ان تساوي جذر الثلاثة، طبعا جذر الثلاثة أصغر من الاثنان حكما، جذر الثلاثة هو أكبر من جذر، هو أكبر من جذر الواحد، جذر الواحد واحد، وجذر الأربعة اثنان. جذر الثلاثة موجود ما بين الواحد والاثنان،
وبالتالي فهو أصغر من الأسنان حكما. إذا هذا الكسر أصغر من الواحد، جزء الثلاثة على الأسنان أصغر من الواحد. وبالتالي كما قلنا في التمرين السابق، فإن هذه النهاية طبعا جزء الثلاثة على الأسنان بلس إن، إن نهاية أو إن هذه المتري تقارب من عندما انتشر زي ده يتقارب من الصفر. في التمرين الأخير لدي يو ان تساوي ان زائد واحد على خمسة ان ناقص واحد. لدي هنا كسر، أعلى درجة في المقام واحد وأعلى درجة في البسط واحد، وبالتالي عندما تتساوى أعلى درجة في البسط مع أعلى درجة في المقام فإن النهاية تساوي طبعا نهاية يو ان عندما ينقص على الزائد لنهاية تساوي أمثال إن في البسط واحد على أمثال إن في المقام خمسة، وبالتالي فإن النهاية تساوي واحد على خمسة. بهذا نكون قد انتهينا من حل تمارين الصفحة 164. في حال وجود أي استفسار يمكنكم زيارة الصفحة على الفيسبوك 303 ماب وكتابة السؤال بتعليق أو كتابته أسفل الفيديو هنا. السلام عليكم.